زار سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. زار نادي كروسفيت الرفاع ونادي جي آر آي بي الرياضي، وذلك في إطار زيارة سموه للأندية الرياضية والتي نجحت في تحقيق الإنجازات واستطاعت رفع اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المشاركات والبطولات. وقد التقى سموه خلال الزيارة بمالكي نادي كروسفيت الرفاع السيد بدر يوسف والسيد خالد الرفاعي، ومالكي نادي الرياضي السيد ومالكي نادي جي آر آي بي الرياضي السيد عبدالله الذوادي والسيد ناصر الوردي وعدد من أعضاء الناديين واللاعبين. وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها الناديان في خدمة الرياضة في مملكة البحرين. وقد اطلع سموه على البرامج التي يقدمها نادي كروسفيت الرفاع ونادي جي آر آي بي الرياضي وخططهما للمرحلة المقبلة، منوها سموه بالدور الذي تلعبه الأندية الرياضية ومراكز التدريب في تعزيز الرياضة وأنماط الحياة الصحية ومفاهيم الثقافة الرياضية الصحيحة، مما يساعد على تحسين صحة الأفراد وتنمية المجتمعات، مؤكدا سموه على أهمية الدفع بإسهامات هذه الأندية والمراكز وتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الرياضية للعمل نحو تحقيق المزيد من الارتقاء والتطوير في مستوى الرياضة والرياضيين لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المشاركات القادمة والتي تعزز الحضور البحريني على الخارطة الرياضية القارية والدولية. من جهته ما قدم مالكو والناديين الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد على الزيارة التي قام بها، مؤكدين أنها تعكس تقديره لجميع الجهات الرياضية، مشيدين بالجهود المتميزة التي يبذلها سموه في خدمة الرياضة البحرينية. شرف كبير لنا سمو الشيخ خالد يزور نادي كروسفيت رفاع، وشرفنا صراحة، وهاي شيء يثلج الصدر. مجرد زيارته تكون يزور نادي هاي تاج على راسنا. أول شيء بارك حق الشباب اللي أنجزوا في 2021، وسألنا عن الأشياء اللي نحتاجها، احتياجات الرياضة في البحرين يعني، وما قصر طبعا. وهاي زيارة تعطينا دافع، تعطي الشباب بعد دافع أقوى إنه يثبرون أكثر في اللعبة ونطور ايضا مستوى اللعبه. هاي شرف وايد عود لنا، حق خصوصا احنا كنادي كروسفيت رفاع كملاك للنادي وحتى كلاعبين واعضاء، وشيء وايد زين، ويعني بيبينز اللعبه ان شاء الله باذن الله في البحرين. احلى انجاز سويناه ان سمو الشيخ خالد جينا للنادي وما قصر طال عمره. لما تنجز وناس تشكرك على انجازاتك طبعا هالشيء يدفعنا الى ننجز الاكبر والاكبر ان شاء الله. احنا وعدنا سمو الشيخ خالد ان نروح للعالمية ان شاء الله، وباذن الله راح نوصلها باذن الله. ما قصر طال عمره سمو الشيخ خالد على الزيارة، شرفنا اليوم في نادي جروب فتنس، مو قريبة عليه، يشجعنا زيادة الانجازات ان شاء الله، واحنا مثل ما وعدنا سمو الشيخ خالد الانجازات ان شاء الله ما راح توقف.